للمزيد ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت. أهلا بك دكتور إحسان. وكان البعض قد وجه انتقادات للرئيس الحالي جو بايدن بأنه دعم كمالا هاريس بشكل مباشر ولم يترك الأمر للحزب أن يقوم بانتخابات داخلية ويحدد من هو المرشح الأقدر على الخوض هذا الغمار. هل تتفق مع هذه الرؤية دكتور إحسان؟ شوف، تحياتي أولا. يعني بالنسبة لهذا الموضوع، يعني هناك استخدام الحكمة والقرار، يعني ليس هناك صح وخطأ في هذا الموضوع. يعني هناك من كان يميل إلى تتويج كمالا هاريس، وهناك من يميل إلى فتح الموضوع، وكل خيار له نتائج يعني سلبية وإيجابية. يعني الذين أرادوا فتح الموضوع على مصراعيه يعني يقول هذه الديمقراطية، ولكن ما أخذ هذا الموضوع أنه ليس هناك وقت كثير ولا داعي للتشرذم، يجب توحيد الصفوف. يعني والذين قالوا كمالا هاريس، يعني كمالا هاريس هي نائبة الرئيس، ومحاولة عدم تزكيتها معناتها أنه بايدن يقول ليس له ثقة بها، وهي هي كانت نائبته، يعني فمشكلة وإحراج لها، ويغضب وذلك يغضب النساء ويغضب الأقليات، خاصة الأفارقة الأمريكية، لأنهم عماد حزب الديمقراطية في أمريكا. يعني إذا غضبت النساء، خاصة النساء الأفارقة الأمريكيين الذين هم بشكل ساحق ينتخبون الحزب الديمقراطي، في عندهم مشكلة كبيرة الحزب الديمقراطي. لذلك يعني كانوا أي خيار أخذوا فيه هناك يعني إيجابيات وسلبيات، وبايدن قرر أن من مصلحة الحزب الديمقراطي، يعني يبدو من أول بيان أصدره لم يكن هناك تزكية لهاريس، ولكنه اقتنع بأهمية ذلك لتفادي الإشكالات في الحزب، ولأن الموضوع تأخر، وعدم إغضاب النساء وخاصة النساء الأفارقة الأمريكية. نعم، وربما اتصالا أيضا دكتور إحسان بهذه النقطة، يعني كنا منذ قليل كنا قد نشرنا خبرا عن مسؤولين بحملة كمالا هاريس أنها نجحت في الحصول على أكثر من 50% من أصوات المندوبين لأجل الترشح للانتخابات، لكن علق بعض السياسيين أو المحللين السياسيين في الداخل الأمريكي حتى، وقالوا أن هذه الأصوات هي لم تنجح بجمعها، إنما دفعت لها حتى لا يكون شكل الحزب يعني في حالة اهتزاز أو في حالة اضطراب. برأيك هل من الممكن أن يكون هذا ما حدث فعلا، أم أن كمالا لديها من القوة على الأرض أن تجمع فعلا هذا الكم من الأصوات في هذه المدة القليلة؟ هي ليس لها شعبية، يعني لم يكن إطلاقا شعبية، هي شعبيتها من شعبية بايدن، هي معدومة. يعني وضع صعب انتخابيا مثل ما كان وضع صعب انتخابيا، يعني الاسم متقاربة بينه وبين بايدن، ولكن مشكلة الحزب الديمقراطي أنه أصحاب المال المتبرعين يريدون كمالا هاريس، يعني كان هناك تصويت بالمال، المال يريد كمالا هاريس، هاي أولا. ثانيا، في جزء مهم جدا 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 من الحزب الديمقراطي والفئة التي تنتخب الحزب الديمقراطي بشكل يعني وكأنه التزام ديني عقدي، النساء السود الأفارقة الأمريكيين، أكبر نسبة تصويت يعني بشكل ساحق، يعني هم عماد الحزب الديمقراطي أكثر من الرجال، أكثر من الرجال، وهم هناك امرأة سوداء ويتم تهميشها، لا هم لا يتحملون إغضاب هذه الفئة الأساسية في الحزب الديمقراطي، وهي يعني إهانة لأن نائبة رئيس هي كانت في البيت الأبيض. يعني الوضع الطبيعي أن يتم تزكيتها إلا إذا كانت فضيحة مثلا، هناك مشكلة، وليس هناك فضيحة، وليس هناك مشكلة، فلماذا لا يزكيها؟ وهم يعني الأفارقة الأمريكية خاصة النساء يعتقدوا أنه لهم الحق في ذلك، أنه نحن أوفياء، نحن نصوت الحزب الديمقراطي بشكل استثنائي، وهذه الإهانة لن تمر بسلام. يعني فهم تفادوا مشكلة كبيرة مع الأقليات بهذه التزكية. لكن ربما يعني على ذكر هذا الأمر دكتور إحسان، ربما يتساءل يعني سائل لا ينخرط كثيرا في الشأن الأمريكي أو في السياسة الأمريكية، ربما يقول هل لأجل بعض التعاطف مثلا مع عرقية معينة أو مع جنس معين يتغير اتجاه أو تتغير دفة السياسة الأمريكية، أليس المهم هو المشروع السياسي والحنكة السياسية في الإدارة؟ طبعا أكيد، هناك ناس يقول ذلك، هذه المرأة لم تثبت نفسها في ذلك، يعني كانت لما كانت مرشحة بانتخابات 2020 كانت أسوأ حملة، وحتى يقال أنها يعني حتى مكتبها في البيت الأبيض كنائبة رئيس، يعني هناك مشاكل كثيرة ولا يظهر أنه عنده حسن إدارة. ولكن المشكلة في نهاية المطاف هناك رمزية كبيرة في الانتخابات، وهناك يعني أمور غير
يعني رمزية أكثر من هي عملية، لأن هذه المرأة يعني كأنها مرأة أقلية، وكانت في البيت الأبيض، وكانت مع بايدن، وكانت يعني تدافع دائما عن بايدن بشراسة، ويعني تهميشها مشكلة كبيرة لهم، يعني هم في وضع صعب. وإضافة لذلك يعني المتبرعين أصحاب الأموال كمان يعني لهم صيت كبير. المال السياسي في أمريكا عزيزي يعني هو يعادل الدم في جسم الإنسان. يعني الانتخابات الأمريكية تقوم على عمادها المال. أنا أذكر حتى في 2020 لما ذهبت للانتخاب في كنتاكي كان هناك 4 أسماء لمقعد الرئاسة، يعني بايدن وترامب وفي أسامي 2 ما كنت عارف أنه داخلين بالانتخابات. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده المال للدعاية. إذا هم عنده تابع الأخبار يعني بشكل قريب يعني عن كثب، ولم أعرف أنهم مرشحين. تصور يعني المال أساسي تكلف الانتخابات بمبالغ باهظة، هناك من يدفع، والذي يدفع له كلمة كبيرة في من في نهاية المطاف. لماذا تنحى بايدن؟ تنحى بايدن لأن المال مال خط أحمر، وعندما قال المتبرع لا مال إذا لم يتنحى بايدن، تنحى بايدن. تصور. إذن فالأمر متعلق في ما يتعلق بالعملية السياسية الأمريكية هو ما يتعلق بكيفية حصولك ومدى حصولك كمرشح انتخابي رئاسي على كمية أموال تساعدك في الدعاية، وهذا الأمر أكيد. هذا هو المحور. انتخابات باهظة، باهظة الزمن، باهظة الزمن، تكلف مبالغ. يعني حتى تلاحظ يعني الذين ينسحبون مبكرا كثير منهم يقول ما عندي مال ولست غني من أين آتي بالمال، يتوقف المال، يعني يكون إداءهم ضعيف، يتوقف المال، تنتهي الحملة الانتخابية. وهذه مشكلة، المال هو عصب السياسة. لذلك يعني هو المأساة يعني والفضيحة حقيقة الفضيحة إنه بايدن لم يكترث لأحد، لم يكترث للناخب الديمقراطي، لم يكترث إنه عنده ليس عنده قدرة ذهنية، لم يكترث أي شيء. الذي أقنعه عندما خاضه المتبرعين وقف المال، ما في مصاري، عندها اقتنع. تصور يعني وصلت للمال، هو المال الذي أقنعه، هو الذي ضغط على الحزب الديمقراطي أنه لا مال معناه خط أحمر، هم بحاجة للمال. لذلك تلاحظ تدفق المال بعدما تنحى بايدن، وهذه إشارة مهمة لأهمية المال في السياسة. لذلك لماذا يعني اليهود في أمريكا 2% من الشعب الأمريكي، لماذا لهم هذه السطوة وهذا النفوذ الاستثنائي كأقلية؟ المال السياسي أكيد. لكن ربما يعني دكتور إحسان ربما يتساءل سائل ويقول يعني كل هذه الأموال التي تمنح لمرشح بعينه أو لحزب بعينه لا تكون فقط لأنني معجب بهذا المرشح. ربما يعني تحدث البعض حتى في بعض التقارير وفي بعض المقالات المنشورة في بعض الصحف الأمريكية حتى قالوا بشكل أو بآخر أن هذه الأموال هي نعم دعم للحزب، لكن على المدى الطويل ربما يراد بها خدمات أيضا أو خدمات طبعاً تقدم طبعاً للمانح. أكيد طبعا هناك سياسات معينة تفيد، مثلا الطاقة الخضراء، مثلا الجماعة الذين يستخدمون من تحول الطاقة الخضراء يدعموا الحزب الديمقراطي. يعني هناك ناس تستفيد أكيد نعم، وعندها نفوذ وعندها مصالح أكيد. يعني هذا المال لا يصرف، يعني رجال الأعمال خاصة رجال الأعمال ليسوا أغبياء، عندما يصرف المال في سبب وجيه، يعني يكون عنده مصالح في هذا الأمر. هل لهذا لام البعض على كمالا هاريس في التصريح التي قالته حين قالت أن ترامب يريد أن يدعم الشركات التي تضر بالبيئة بينما سأعمل على مواجهتها؟ وقالوا تعليقا على هذا الموضوع الذي وصفوه بالسقطة السياسية أنها تتحدث الآن عن الشركات العملاقة ذات القيمة المليارية أو التريليونية حتى. أكيد أكيد هناك أموال شركات ومصالح وأموال، وهناك هذا إذا كان جانب يعني إلى جانب النفط والغاز على حسب الجمهوري، يعني إلى جانب الذين يعملون بالنفط والغاز والطاقة البديلة والطاقة الخضراء الحزب الديمقراطي، والدعم يأتي من هؤلاء. يعني حتى مثلا موضوع السلاح، مثلا سياسة البلد بالنسبة للسلاح، المال يأتي من الحزب، من الـ NRA National Rifle Association، مال من جماعة دعم السلاح، تدعم الحزب الجمهوري بقوة. فهناك جماعات ضغط، هناك مال كثير. في المشكلة عزيزي البلد يطوف على بحر من المال في الانتخابات السياسية. يعني دور المال يعني دور عظيم جدا، ويتعاظم مع الوقت دور المال في السياسة الأمريكية. نعم، هناك نقطة كان قد أشار إليها السيد ماك شرقاوي وكان معنا منذ ساعات في مداخلة تعقيبا على كلمة السيد فانز في خطابه المسائي، كان قد أشار إلى نقطة غاية في الأهمية، وقال أن كمالا هاريس حين كانت
في مرحلة إعادة انتخابها كسيناتور عن كاليفورنيا دعمها ترامب في ذلك الوقت $5,000، والآن هي خرجت بالأمس وتحدثت وقالت أنه شخص فاسد وأنه يحصل على أمواله بطرق غير شرعية وغير قانونية، وتساءل إن كانت تعلم منذ البداية أنه فاسد لماذا قبلت هذه الأموال؟ سؤال وجيه، سؤال وجيه، هم يأخذوا الأموال من أي مصدر يعني؟ عادة شوف رجال الأعمال الناجحين هو قاوم ذلك، هو كان يعطي المال للكل يعني ديمقراطيين، جمهوريين، لكل السياسيين، للتأذي كان يكون له تأثير يعني. ولكن مشكلة الهجوم على كامالا هيرس تركز على محورين، المحور الأول هو التأثير على الناخب الديمقراطي، كيف يأثروا على الناخب الديمقراطي؟ هي من كاليفورنيا، الولاية الأكثر ليبرالية في الولايات المتحدة، والسياستها الليبرالية متطرفة مقارنة ببقية أمريكا، خاصة منطقة مناطق الجنوب مثلا المتدينين. وسجلنا في عندما كانت في مجلس الشيوخ هي من الأكثر ليبرالية في تصويتها، سجلها قوي جدا في هذا المجال من حيث أن الليبرالية، وهذا يستفز الناخب الجمهوري بقياس بشكل قياسي يعني، يستنفر الناخب ويحفز الناخب الجمهوري للانتخاب ضده لأنه سجلها هي الأكثر ليبرالية ومن كاليفورنيا. فهي يعني هذه الأمور يركز عليها الحزب الديمقراطي من هذا الجانب. من جانب آخر هناك الناخبين المستقلين والذي يؤثر عليهم أكثر من أنه والله الليبرالية ومن كاليفورنيا، يؤثر عليهم الاقتصاد، الحدود، التضخم، الغلاء، الأمور التي يعني يأخذوها بعين الاعتبار. فيعني هناك يعني أسلوبين في التعامل مع الناخب الجمهوري مقابل الناخب المستقل. نعم. أنتقل معك أيضا سيد ماك إلى سيد دكتور إحسان إلى هذه النقطة. طرح البعض قضية شائكة ربما في الحديث عن ضبابية الحالة الصحية والذهنية للرئيس الحالي جو بايدن، وقالوا أنه من هنا وحتى انتهاء ولايته في يعني في اقتراب شهر يناير لا زال يملك أكواد التفعيل الخاصة بالصواريخ النووية حتى الآن، وفي هذا أو في هذه الضبابية، حالة الضبابية حول صحته الذهنية والجسدية وما إلى ذلك، هل ربما في مرحلة ما يطرح النقاش حول التعديل 25 من الدستور الذي يقتضي يعني إزاحة الرئيس وما إلى ذلك؟ لا أعتقد إطلاقا. السبب الأول أنه الحزب الديمقراطي يعني ممتن جدا 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 أنه طرحها بالنسبة للانتخابات، يعني هو سعيد بمنتهى السعادة ومنتهى الشكر للرئيس بايدن أنه تنحى بالنسبة للانتخابات، فهو يعني ممتنين بشكل استثنائي. إضافة لذلك يعني تظل ذلك أن الحكومة يعني منها هارس أن تنقلب عليه، وهذا صعب جدا جدا أن ينقلبوا عليه، لن ينقلبوا عليه، يعني هذا موضوع سياسي وليس قانوني، هم لن ينقلبوا على بايدن إطلاقا. موضوع آخر هو موضوع يعني السلاح النووي والكون، الموضوع هذا رفع فتح الموضوع هذا عندما كان ترامب في البيت الأبيض القائد هذا رجل غير موزون ويعني يدمر الكون لأنه يبدو متهور، إن كان على حسب إذا أخذ بما يفعله على تويتر أو أكس صحيح يعني تعد إنه ترامب يعني غير موزون ربما، ولكن سياسات لم تكن كذلك، تويتر شيء وكذا الإدارة في البلد شيء آخر بالنسبة لترامب. فكان رد من وزارة الدفاع أن الموضوع ليس بسيط بشكل أنه والله الرئيس البلد يعني عنده الكوز بيكبسه من هذا الموضوع، هناك نظام يعني وليس بهذه السهولة أنه يحصل ذلك، فلا خوف من أنه هذا بايدن يعني يفكر عم يطلب بيتزا يطلق صواريخ نووية، لا يحصل ذلك. إذن دكتور إحسان يعني للحديث معك بقية، ولكن لضيق الوقت أشكرك من ولاية كنتاكي الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت، شكرا لك.